مصعب سيسي. مصعب سيسي يبحث، يهز راسه، يوزع، والدفاع تعود الكرة من دفاع المرسى، لكن مصعب سيسي في افتكاك الكرة لجينيور أجاي يعمل مراوغة. جينيور محمد علي منصور، مير حنشي، مير حنشي يرفع كرة مع منصور، ممتاز العملية، وجه لوجه، والهدف الثاني. الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق محمد علي منصور. هدف ممتاز جدا وعملية سريعة شبيهة جدا بالعملية اللي سبقت واللي ما خذاهاش جينيور أجاي، خذاها الدفاع وقتها. هذه المرة تكمل العملية، شوفوا المراوغة بتاع جينيور، لاعب عنده إمكانية كبيرة يلعب مع محمد علي منصور، هو يسبق في العملية، يعطي كرة لمير حناشي، نفس اللاعب تلقاه يعني في استقبال الكرة في الأخير أمام الحارس أيمن بن أيوب، يعمل ترويض ممتاز، وبطبيعة لمسة سحرية من محمد علي منصور، ما يعرف سرها كان هو. كذلك شوفوا المراوغة بتاع جينيور أجاي، وكما قلت الكرة تدور بسلاسة كبيرة بين لاعبين نادي الصفاقسي، رفعان الكرة من مير حناشي بتمريرة ممتازة ذكية ياسر، والكنترول ثم التسديدة قلت ما يعرف سرها كانت فيها برشا.